حازم كل سنه وانت طيب، يا رب دايما في احسن صحه وفي احسن حال، ربنا يخلي لك بناتك ويخلي لك مراتك ويخلي لك طنط ويديها الصحه. كابتن حازم كل سنه وانت طيب، ربنا يا رب سنه حازم اخويا وعيشه جديده، الحياه شريف دايما سبب نجاحي في الاعداد، يا رب ربنا يسهل كده ويسهل اعظم ان شاء الله ربنا يوفقك دايما. عائلة إمام كان لها فضل كبير جدا في زيادة شعبية نادي الزمالك سواء في مصر أو في العالم العربي، بدأ من الجد الكبير ثم الثعلب الكبير كابتن حمادة إمام رحمة الله عليه، وأخيرا بالثعلب الصغير حازم إمام. يا حزومة نجم مصر كابتن حازم إمام، بقول لك كل سنة طيب بمناسبة عيد ميلادك وتكون سنة سعيدة عليك يا رب إن شاء الله. في بوركينا لو تفتكر كنت قاعد انا وكابتن حسام وكنت انت وعبد الستار، وكان كل وقتك انت وعبد الستار عندنا في الشارع على طول بتشغلوا البلاي ستيشن، كنت انا بتضايق عشان ما بعرفش العب بصراحه يعني ما بنكرش. وجيت في مره كده كان احمد حسن بقى وكله جمعنا كده وكانت زحمه وبتاع وعاملين دوشه، رحت انا سارق الوصله لو انت تفتكر، وقلت لك لا هتاخد الوصله اطلع بالبلاي ستيشن بره، وانت خدت البلاي ستيشن وطلعت بره ساعتها لما رحت لعبت عند احمد حسن. الهدف بتاع حازم امام في بلجيكا هدف كان حلو قوي، وكسبنا 1-0 وكنا عاملين ماتش جامد قوي وانت كنت متألق فيه، ومن الاهداف اللي انا بحبها وبحب اتفرج عليها. وطبعا بعد ما حازم جاب الجون احتفلنا، وكنت انا ومدحت ورمزي ورضوان وكل المجموعه الجميله اللي كانت معانا. لو انت تفتكر الكمون عزمنا على حاجه بعد الجون ده، عزمنا هو يعني عشان هو جاب جون وجون حلو قوي في منتخب جامد قوي منتخب بلجيكا، عزمنا على مش فاكر بلجيكا. انت كنت فاكر انت كنت بتقول لكوشي؟ لا عزمنا على كوشي بصراحه، هو كان قاعد هولندا، كان قاعد هولندا وعارف الناس دي كلها. ايوه كان قاعد هولندا وفي بلجيكا طبعا كان في بتوع شاورما كده، واحنا كان نفسنا ناكل اي حاجه يعني عارفينها، فعزمنا على شاورما في الاول. شاكرين زوم. مع ديكرافش خاب حازم لعب افضل كوره من وجهه نظري في حياته، كان وقتها فورمه 22-23 سنه، كان برأس اي حد، كان عامل عروض غير طبيعيه، كان مرشح للعب في اياكس. وسر بقوله لاول مره ان كان في مثلث كده او اطراف ثلاثه اضلاع هما كانوا هيودوا حازم امام لاياكس، كان سورين ليربي نجم الدنمارك الكبير، شاكس فارد مستر اياكس نجم الهولندي الكبير، وهيثم فاروق صديق حازم. يعني انا كنت هعتبر مدير اعمال حازم في الوقت ده او اصغر فيفا ايجنت، لكن وقتها عندي 26-27 سنه، ولكن الصفقه ما تمتش لان فريق اودينيزي جدد لحازم وهو رجع ايطاليا للاسف، لان اعتقد ان مستقبله في اياكس كان هيكون كبير جدا. حازم كان في الاوضه على طول مريح، حازم ما بيتحركش كتير يعني، فكان دايما في شويه حاجات طريفه بيني وبينه، كان يحب يجيب اللعيبه في وقت من الاوقات للغلاسه عليا ما اعرفش ليه، كان فكره ان هو دايما يبقى في ضغط رغم انه المفروض معايا في الاوضه يعني يبقى في ظهري مثلا، لا مفيش الكلام ده. موقف الحلو ما تسيبوش ابدا ماتش مصر والكونغو، كنت انا وحازم على ما نخسر في الكوره وكنا كسبانين وكنت ضعيف في كل المسابقات، ثم بعد كده في بقى الماتش قلب بدا الواحد يشوف بين واحد الاغنيه كلها تلفت خالص، وين يطلع هوا وعايزين نسمع قصه صعبه، ثم بعد كده بقى في ضربه جزاء محمد صلاح لازم نتكلم من اول وجديد ورجع صحي تاني وبتاع الحياه حابب اقول للنجم الكبير حازم امام كل سنه طيب وعيد ميلاد سعيد بمناسبه عيد ميلادك 46. الف مليون سنه سعيده ليك يا حازم طبعا، وزميل فتره طويله جدا، كل سنه طيب يا زوما ان شاء الله، ورب السنه الجايه احسن وفي صحه وحال وفي افضل صحه وافضل حال ان شاء الله. حازم انت طبعا انت عارف انت يعني في سنوات طويله قدرت ان انت تبني اسمك وسمعتك، كل الناس اللي حواليك فخوره بيك، كل سنه وانت طيب يا حازم.